أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج أيام التحرير وملاحقة مستمرة لتطورات العمليات العسكرية والأمنية وتداعياتها الاجتماعية والسياسية. ونحن نعيش هذه الأيام التي فيها يتقدم الجيش العراقي، جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي وقوات العشائر الأصيلة في عموم محافظة نينوى، وهنالك بموازاتها أيضا تطورات مهمة جدا لتحقيق تقدم على داعش في منطقة الشرقاط، وهنالك أيضا محاولات من داعش لفتح ثغرات في مناطق محررة حتى خارج نينوى مثل جبال مكحول وغيرها. ولربما كما نوهنا في حلقات سابقة هنالك أيضا محاولات لداعش التوغل في مناطق قد لا يتحسبها البعض مثل ما حدث في الرطبة، مثل ما حدث في كركوك. فلذلك يبدو أن داعش يحاول أن يفك الخناق عن قواته المحاصرة في الجانب الأيسر والمحور الغربي والمحور الجنوبي وما تحرر من مناطق على كافة الأراضي في الموصل ونينوى عموما. وهو يقوم بعدة مناورات، في بعضها يتقدم إلى أن يصل إلى مناطق حساسة نوهنا عنها في حلقة يوم أمس، مثل اختراقه لبعض قوات جهاز مكافحة الإرهاب ومن خلال أنفاق نوهنا عن خطورتها في حلقات سابقة، وبالفعل حصل ما نوهنا عنه. واليوم لدينا وقفة مع هذا الموضوع، موضوع خطورة الأنفاق. كان البعض يتحسب أن هنالك خطورة تتعلق بالمناطق الخارجية خارج المناطق السكنية، وإذا بالأنفاق أكثر خطورة في المناطق السكنية وفي الأحياء المزدحمة وفي الأحياء المتراصة مع بعضها البعض، كما حصل في وصول بعض الإنغماسيين عن طريق الأنفاق إلى أماكن محررة في حي عدن وفي أحياء أخرى. يوم أمس كان يوم حاسم لجهاز مكافحة الإرهاب، تجاوز كل أنواع الصعوبات التي تلاقيه وحاول أن يضع خطط لوقف الهجمات الصاروخية وأيضا قذائف الهاون، وتمكن من وضع مصدات لأحياء تم تطهيرها وتأمين العوائل لعدم استهداف داعش للقوات وللعوائل مرة أخرى. وأيضا تجري دراسة عدة خطط لكشف الدواعش أثناء تخفيهم داخل العوائل، سواء في بيوتهم أو عند اقتيادهم من أماكن إلى أماكن أخرى، كما حدث في حي البكر الذي اقتاد جهاز داعش بعض العوائل ليتلافى ضربات جهاز مكافحة الإرهاب فيها. المحاور الأخرى، الفرقة 16 تنشط بشكل كبير جدا في أماكن مهمة، وكذلك الشرطة الاتحادية تدك مواقع داعش ومنها مواقع قيادية، وهذا ما سوف نطلع عليه في حلقة هذا اليوم، بالإضافة إلى فقرتين مهمتين وهي من داخل الموصل وعن طريق وكالة أعماق نرصد الإرباك الكبير الحاصل داخل الموصل، تحديدا هلعهم الكبير تجاه ضرب الجسور وبدقة وبتقنية جديدة من خلال طيران التحالف الدولي والطيران العراقي. وكذلك هنالك فقرة اعتدتم أن تسمعوها وتشاهدوا مضمونها منا وهي فقرة إعلامهم، وليس بالضرورة أن تكون هذه الفقرة فقرة سلبية يعني نرصد فيها السلبيات، وإنما أيضا نرصد من خلالها الإيجابيات. سوف ننطلق في رحلة تحليلية واستقصائية لما يدور حول عمليات قادمون يا نينوى، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. أحبائي تتحرر الأسرة بكم تتحرر الأرض بقبضتكم بغضبتكم يصان البيت والأرض.
نهضة القيم ولا تحط نهضة القيم وأنتم خالدون كما خلود الأرز في القمم اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء. كما نوهنا هنالك وقفات تحليليه، نبداها من الوقفه التحليليه الاولى التي سوف نتحدث فيها عن تفاصيل وابرز التطورات لكافه المحاور، وهذه المحاور ايضا هي محاور مختلفه فيها التطورات ولكنها يعني متشابكة في تفاصيلها، وأهم تفاصيلها هو تقدم نوعي مهم جدا خلال 24 ساعة الماضية. كما تعودنا المحور الشمالي كان لديه تطورات مهمة جدا، بعض القيادات الأمنية في قيادة عمليات قادمون يا نينوى رصدت أن هنالك ضعفا وتلكؤا، عزاه بعض القادة في هذا المحور إلى صعوبة الميدان هناك، وأن داعش يدرك بأن معركة المحور الشمالي فيما لو اكتملت بشكل سريع سوف تؤثر كثيرا في حسم معركة الأحياء الوسطى اللي هي حي السكر والصديق والبلديات وصولا إلى الجامعة والمثنى. يعني داعش أدرك أن المحور الشمالي إذا تقدم بهذا الاتجاه سوف يسهل كثيرا من انطلاقة جهاز مكافحة الإرهاب إلى العمق أكثر وأكثر، وسوف تنقسم الجغرافيا التي يحارب بها ويقاتل بها جهاز مكافحة الإرهاب، وتكون عملياته أسرع وأسهل، وتكون حركة المواطنين والأهالي هناك وإجلائهم أيضا أسهل، لأن جهد داعش سوف يتشتت في محاور مختلفة. هذا الأمر تعرقل كثيرا من المحور الشمالي لأن داعش استهدف الفرقة 16 بعشرات السيارات المفخخة والصواريخ، البعض منها وصل إلى أهدافه وعطل حركة المحور الشمالي والفرقة 16، إلى أن حدث تطور مهم جدا. استطاعت قوات المحور الشمالي والفرقة 16 أن تنحاز يمينا على يسارا على جهتها الشمالية وشرقا نحو جهاز أقرب إلى جهاز مكافحة الإرهاب، إلى أن استطاعت أن تسيطر على حي النهضة هنا، يعني هذا المحور الشمالي وهذه الأحياء التي طهرها النهضة وشمال القاهرة أولا، وتحقق فيها إنجاز كبير ومهم للمحور الشمالي. المرحلة الثانية التي تحققت قبل يومين تقريبا اللي هي مرحلة تحرير قرى مهمة جدا اللي هي أبو جربوعة ودراويش وغريبان وغيرها في هذه المنطقة، يعني منطقة اللي أسفل دجلة سيتي. وبهذا الشكل سوف يكون المحور الشمالي مع جهاز مكافحة الإرهاب ضاغطا بشكل كبير جدا انطلاقا من أحياء الزهور والأمين والبريد والمصارف لتحرير مناطق أخرى، وسوف يكون في هذه المنطقة الأقرب إلى نهر دجلة، وسوف تتحقق من هنا إنجازات كبيرة جدا، وسوف تقسم منطقة الجانب الأيسر أو الساحل الأيسر بشكل متناصف وتصبح فيها السيطرة من الشمال والشرق الشمالي، فيها سوف يكون التمركز مهم جدا. طبعا أيضا التطور الأبرز في هذا الموضوع هو أن داعش سوف لن يقوم بأي اعتداءات من هذه المناطق التي له فيها سيطرة كبيرة جدا. لماذا؟ لأنه نقل يعني جنوده من هذا المكان ونقل السيارات المفخخة من هذا المكان سوف تكون دون جدوى، بسبب أن هذه المناطق سوف تصبح بعيدة، وسوف تتركز جهود الفرقة 16 قوات المحور الشمالي
وجهاز مكافحة الإرهاب في هذه الأماكن لكي تستطيع صدها بالكامل. يوم أمس العبادي قبل أمس عفوا يعني يوم أمس الأول ناقش مع القيادات الأمنية والعسكرية لقيادة العمليات العامة لقادمون يا نينوى الخطط البديلة ولتسريع العمليات. هو أساسا يعني هنالك رغبة بالتسريع، ولكن ظروف المعركة هي من تحتم الانتقال حسب الظروف اللي موجودة. طبعا في المقابل هنالك أيضا المحور الغربي اللي عمليات الحشد الشعبي في هذا المحور، تحدثنا عن موقعه بشكل كبير يعني وكثير، تقريبا أغلب الحلقات نتحدث في تفاصيل هذا المحور وتطوراته، ولكنها تطورات مهمة جدا لدواعي كثيرة وأسباب كثيرة، منها أن العمل في هذا المحور استراتيجي ذو منحيين، قطع الطريق الإمداد تماما على داعش في الموصل، المنطقة التي يعني فيها الجانب الأيمن والجانب الأيسر، وقطع أنفاسهم في هذه المنطقة، وقطع الطرق الحدودية والأوسترادات الطرق العامة بين الموصل تل عفر وتل عفر سنجار، وأيضا الآن تجري عملية كبيرة جدا في تل عبطة. هذا هو تقريبا ساحة عمليات الحشد الشعبي في تل عبطة. يقابله من الجهة الجنوبية هنا قوات الشرطة الاتحادية، وهذه منطقة مهمة جدا، استطاعت الشرطة الاتحادية أن تقوم فيها بعمل كبير جدا خلال الأيام الفائتة. بموازاة العمل في تل عبطة يجري تحرير عدة قرى في هذا المكان ضمن مسؤولية الحشد الشعبي، وتطهير هذه القرى للتخلص من الاعتداءات والاستهدافات والمناورات والمباغتات التي يقوم بها داعش. ولدينا نموذج هو كيف أنه استطاع أن يتقدم نسبيا ويسير عدة عجلات مفخخة، ولدينا أيضا إحصائية قريبة جدا تكتمل بخصوص عدد السيارات المفخخة التي استطاع الحشد الشعبي أن يواجهها خلال تحركه من المناطق التي تحرك منها في الجنوب وفي القاطع الغربي. وهذه الإحصائية سوف تعرفون من خلالها عدد السيارات المفخخة التي تم استهدافها والقضاء عليها، كما في يوم أمس أعطينا إحصائية للمحور الشمالي ومحور بعشيقة للبيشمرقة، وكذلك الفرقة المدرعة التاسعة في الجنوب، وأيضا قاطع مسؤوليات الشرطة الاتحادية الجنوبي. عموما نعود إلى المحور الغربي. الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري تحدث عن استمرار التقدم، ويؤكد قرب تأمين مناطق غرب الموصل بشكل كامل، يعني هذا المحور بشكل كامل سوف يؤمن على حد تعبير وقول هادي العامري. وأيضا المسار الاستراتيجي هو أشار العامري إلى أنه لن يبقى أي متنفس لداعش على الحدود السورية، طبعا ما عدا نحتاج إلى عملية كبيرة جدا في قضاء البعاج، وهذا ما يجب أن تقوم به القوات العراقية مشتركة في أن تغلق آخر المعابر الرسمية والمنافذ الرسمية اللي يسيطر عليها داعش في منطقة البعاج، رغم أن هذه العملية اللي قام بها الحشد الشعبي وأيضا تمركز البيشمركة قطع كثيرا على داعش إمداده وتحركاته في الحدود العراقية السورية. رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض تحدث عن أنه داعش لن يستطيع أن يقوم بأي مناورات أو مفاجآت في الأيام المقبلة. طبعا السيد فالح الفياض هو بالإضافة إلى أنه رئيس هيئة الحشد الشعبي هو أيضا مستشار الأمن الوطني، فبالتالي
ما يحدث في المحور الغربي ليس لوحده هو مسؤوليته، وإنما العمل اللي يجري في الجانب الأيسر. فأعتقد أنه المفاجآت التي يتحدث عنها هو ما حدث من تسلل في الأنفاق اللي وصل لها الانغماسيين دون اشتباك، وعند اشتباكهم تم القضاء عليهم وعودة الاستقرار وتأمين منطقة حي عدن ومناطق أخرى أراد داعش أن يحدث فيها إرباكا وفوضى، ويستغل الرسالة التي أطلقها خطباء يوم الجمعة عن طريق المنابر وعن طريق الجوامع والمساجد بأن جهاز مكافحة الإرهاب يتخلى عن العوائل بانسحابات تكتيكية، هو كان يقصد تخويفهم، ونحن الآن الوضع مستقر تماما وانتهت حتى هذه الرسالة النفسية الداعشية انتهت تماما. وقفة أخرى وسوف نعود إلى التحليل ومتابعة التطورات على هذه الخريطة، ولكن بعد أن نطلع على معلومات من خلال المقطع التالي. إذن لاحظتم هنالك تطورات، ونحاول في مثل هذه المعلومات أن نعطي الخطوط العامة لكل محور ما يتعلق بمحور الحشد الشعبي اللي هو الغربي وجهاز مكافحة الإرهاب الذي يتوغل داخل الأحياء. أيضا نعود مرة أخرى إلى أهم تطورات المحور الشمالي، هنالك تطورات مهمة جدا. الفرقة 16 حررت حي أو قرى نوفل الأول والثاني بهذا الاتجاه، وأيضا حررت مناطق أخرى. كان داعش يستهدف القوات الأمنية فيها، وبتحريرها سوف تتوسع منطقة سيطرة العمليات والفرقة 16. يعني هنا في هذه المنطقة عند تحريرها بالكامل وجهاز مكافحة الإرهاب استطاع أن يحرر التحرير وصدام، رغم أنه قوات الفرقة 16 اشتبكت أيضا بمجموعات من داعش على أطراف حي التحرير، ومثل هذه الاشتباكات تؤخر كثيرا المحور، ولابد من التركيز عليها بإنهائها وعدم جعل فجوات بين الأحياء. لابد من تأمين الأحياء واحدا تلو الآخر، خصوصا الأحياء المجاورة، حتى لا يكون هنالك اختراق عن طريق الأنفاق وعن طريق ضربات الهاون التي نوعا ما يعني تؤثر. إذا ما علمت بها القوات تنسحب هذه القوات، فيستغلها داعش للتقدم ويرسل رسائل الإعلامية، خصوصا بعد أن يصور بعض الآثار التي تدل على انسحاب للقوات الأمنية، ما يؤثر على العوائل والمدنيين هناك، وأيضا يساعد داعش في المزيد من الرسائل الإعلامية لدعمه، وخصوصا أننا نعلم وكما عرضنا في الكثير من الحلقات فقرات الحلقات بأن بعض وسائل الإعلام تريد صورا من داعش لكي توظفها في تقاريرها، مثل ما لاحظنا في تقارير قناة الجزيرة وقناة العربية الحدث وأورينت وغيرها، بل حتى في بعض الأحيان وسائل الإعلام المهمة والمؤثرة واللي يعتبرها الكثير رصينة مثل البي بي سي وسي ان ان ووسائل أخرى. أيضا الفرقة 16 حررت أرطة خراب منذ فترة طويلة تقريبا، يعني أكثر من أسبوع، لكن بقي التقاطع بينها وبين التحرير اللي هو من هذا الجانب لم يؤمن. ففي عملية ليلة أمس أو يوم أمس
تم تحرير هذا المكان وتطهيره، وهو تقاطع التحرير أرطخراب. وتم السيطرة على مسجد الرسول ومحطة تعبئة الزكريا اللي هي شمال حي التحرير. فإذا هذه المنطقة أصبحت مؤمنة، وهي تلتحق بحي الزهراء وحي الزهور والمناطق الأخرى. وأعتقد هنا في هذه المنطقة تحديدا، هذه المنطقة سوف يكون هنالك اتجاهين لقوات المحور الشمالي. اتجاه يأتي ليستكمل عمله مع جهاز مكافحة الإرهاب ويمسك الأرض، لأن هنالك رؤية بأن الجيش لابد أن يمكن وجهاز مكافحة الإرهاب يتوغل أكثر لتحرير مناطق أكثر، فهذه جهة. والجهة الأخرى هو أيضا يستطيع أن يقوم بعمليات في أسفل أو جنوب حي الفلاح وأيضا الأحياء المجاورة، وصولا إلى حي 7 نيسان وحي الصديق وأحياء أخرى. وكما ذكرنا، إذا أمنت هذه المنطقة من قبل قوات المحور الشمالي وجهاز مكافحة الإرهاب، سوف تكون من هذه الناحية أقرب إلى النهر، وهذا تقدم كبير جدا. يقابلها في الجنوب أيضا تقدم الفرقة المدرعة التاسعة من هذا الجانب، اللي تستمر باختراق الانتصار وجدية المفتي والميثاق. وهنا في فلسطين والشيماء والسلام، هذه المناطق محررة. هذا الشيماء تم تحريره بالكامل، السلام تم تحريره بالكامل، والقوات هنا إذن هي أيضا بمسافة قريبة جدا بهذا الاتجاه على النهر، وسوف تكونها كماشة من الشمال ومن الجنوب لتضغط على الوسط أو مركز الجانب الأيسر. هذا يعني اللي أشرنا له قبل قليل، تقدم وتوغل الفرقة التاسعة وتطهر قرى حررتها أيضا بهذا الاتجاه. عندما نتحدث عن أحياء نتحدث عن هذه المنطقة، ولكن عندما نتحدث عن قرى نتحدث في هذه المنطقة الفارغة التي لم تشكل علامات على القرى فيها. أيضا جهاز مكافحة الإرهاب عالج الاختراقات اللي بدت من هذه المنطقة، من حي الأخاء الثاني، وانتهت عند بداية حي عدن. هذا نفق هنا تم ردمه وقتل الانغماسيين اللي كانوا موجودين فيه. و أيضا بهذه العملية أصبح هنالك حذر شديد جدا من الأنفاق التي من بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع، وأصبح مهما جدا هو أخذ معلومات كافية من العوائل التي تحرر، فيما إذا كان هنالك في بيوتهم، في الحدائق، في المباني الحكومية اللي في بعض الأحياء، فيما لو كان هنالك أنفاق تمر من خلالها. يعني التعاون مع الأجهزة الأمنية من قبل الأهالي والعوائل التي في المناطق التي تحرر، سؤالهم عن الأنفاق أمر مهم جدا. أيضا لدينا تطورات جديدة لجهاز مكافحة الإرهاب بتغيير خططه حتى يواجه الهجمات الداعشية، تحديدا بالهاونات وبالسيارات المفخخة. نذهب الآن إلى موضوع آخر مهم جدا، وهو قطع الجسور وكيفية قطعها في فقرة أسميناها الموصل من الداخل. وكالة أعماق تنقل صور للجسر الثالث وبعض التصريحات لأبناء هذه المناطق اللي ما زال يسيطر عليها داعش هناك، وأيضا بعض المشاهد الحية في من داخل الموصل وحركة السيارات وحركة الشوارع هناك. فلنطلع على هذا الفيديو. لا هذا عمل، هذا اجرام، هذا تخريب بلد، هاي تخريب بلد. دولة اسلامية ما جت خربت بلد، جت عمرت. هاي عجل مشالوا افتمت ما بعمريها، كلها كونكريتات وشغلات، حتى مشي ما نقدر نمشي. والا الجسور يعني هل هي تنطق؟
هل هي يعني ضارتهم شيء؟ ولكن هذا دلالة على أنهم فاشلون. تدوير المدينة وهاي الازدحامات قد شوفوها أسمونه طبعا قد أثر على حركة السير وأكيد. لاحظتم هذه الفقرة إنسايد من داخل الموصل. لدينا ثلاث وقفات مع هذا الفيديو اللي شاهدته قبل قليل. احنا نحاول انه نضع صورة كاملة لكل الجسور، لكن هذا فقط صور للجسر الثالث وايضا مركز ستراد فور اصدر عدة صور من الاقمار الصناعية حول الجسور في يعني اللي تقطع او اللي توصل نهر دجلة بالطرف الايسر والطرف الايمن، وهذه الصور مهمة جدا في تحديد مواقعها وفي تحديد نوع الضربات اللي تمت بها. ما لاحظته الان هو الجسر الثالث. اذا لاحظته الفقرة الاولى او الوقفة الاولى اللي نقفها مع هذا الفيديو، نوع الضربة كانت نوعية ودقيقة، وحتى لو اعيد بناء الجسر من جديد سوف لن يكلف كثيرا، لا وقتا ولا أموالا ولا جهدا. إذن هي ضربة موفقة دقيقة جدا، استطاع الطيران من خلالها أن يفرمل داعش، كما أنه ممكن أن يحافظ على الجسر في كبنية تحتية مهمة جدا. إذا يعني استطعنا أن نصل إلى هذه الصور المهمة وكذلك صور جديدة سوف نأخذها كفقرة ونشرحها على الخارطة. هذا أولا. الوقفة الثانية، إذا لاحظتم حجم الفوضى من خلال تصريحات اللي تحدثوا قبل قليل، هؤلاء إما أن أتى بهم داعش أو أنهم يعني أساسا داعشيون متعاطفون مع داعش، أيا كان نوع توجهاتهم، ولكنهم تحدثوا بشكل يعني يوضح لنا حجم الفوضى. هذا الرجل الذي قال الدولة الإسلامية ما جاءت لكي تخرب، وماذا يعني نسف المباني والاستعداد أيضا تفخيخ بعض المباني للاستعداد لتفجيرها، وأيضا الخراب الذي تظهره الكثير من القنوات في الموصل وغير الموصل. هذه الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة وهي مهمة جدا، هو أن حركة الشارع والازدحامات وغيرها تنبئ بأن داعش يحاول بكل ما يقدر يبين أن هنالك حركة وأن هنالك حياة وأن الناس غير خائفين ومن هذه الأمور، ولكن كل ذلك غير صحيح. حالة الفوضى والإرباك كبيرة جدا، وما أظهره هذا الفيديو هو عبارة عن إشارات، فيه إشارات سلبية كبيرة جدا على داعش، ولو كان يفكر لما أظهر مثل هذه الفيديوهات. فاصل قصير ومن ثم نعود أيضا إلى متابعة فقرات حلقة هذا اليوم. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد، ونستكمل فقرات حلقة هذا اليوم والتطورات. لاحظتم في فقرتين تحليليتين وضحنا من خلالها تقدم المحور الشمالي، وأيضا ركزنا على جهاز مكافحة الإرهاب واستبدال الخطط واستعداد للمفاجآت والمناورات الداعشية، وأيضا التطورات في المحور الغربي و
مركز عمليات وقاطع مسؤوليات الحشد الشعبي. كل هذه التطورات هي تطورات يومية، إما اقتحاما وإما تحريرا وإما تطهيرا وتفتيشا. وأيضا الآن لدينا متابعة لما تحدثنا عنه قبل قليل من التطورات بخصوص الجسور، وإلى أن تصلنا الصور ونتوقف فيها مع فقرة مهمة جدا لربما في حلقة يوم غد أو ما بعد غد، لنبين أهمية الجسر الثالث الذي قبل قليل أظهرناه وقد تعرض لضربة نوعية لم تخرب الجسر بالكامل، ويعني يبدو أن داعش يعني متضرر جدا وعكس امتعاضه وتضرره من هذه الضربة في هذه الفيديوهات التي يظهرها، ويظهر أن الناس غير راضين على مثل هذه الأمور. هذا هو الجسر الثالث. مميزات الجسر لدينا يعني نقف مع ثلاثة مميزات. كما تلاحظون واضح الصورة، هو أطول الجسور، أطول الجسور الخمسة الممتدة بين الجانب الأيسر والجانب الأيمن بهذا الموقع، من هذا الجانب إلى هذا الجانب، بينما الجسور الأخرى كما ترونها أمامكم هذه هي، هذا الجسر الرابع وهذا هو الجسر الثاني وهذا الجسر الجسر الأول وهذا هو الجسر الخامس وهذا الجسر الثالث. وكما قلت لكم أكثر من مرة أن الجسور غير مرتبة 1 2 3 4 5، وإنما بهذا الشكل اللي ذكرناه. أولا المميز الأول أن طول الجسر بمسافة كبيرة جدا، عملية الضرب تركزت بهذا المكان فقط دون الأماكن الأخرى، فعملية الإصلاح راح تكون عملية سريعة وغير مكلفة، وهذه هي الضربات التي لا تؤذي البنى التحتية. هذا المميز الأول. المميز الثاني، انظروا المسافة بين هذه المنطقة وهي منطقة بساتين وغابات وغيرها، فالقطع من هذا الجانب يؤمن بأن تسير القوات بشكل يعني طويل حتى تتمركز القوات، يعني القوات العراقية عندما تصل إلى هذا المكان، وتمركزها في هذا المكان هو مهم جدا أيضا الانطلاق إلى يعني أحد المحاور إلى المحور أو الجانب الأيمن. هذه أيضا ميزة مهمة جدا. الميزة الثالثة في أنه هو قريب من القصور الرئاسية، وهذه منطقة القصور الرئاسية فيها مقار ومباني ضخمة جدا، بعضكم اللي يتابع على اليوتيوب كيف أنهم يقيمون فيها اجتماعاتهم وندواتهم بل وحفلاتهم، وهذا الفيديو المزعج اللي لاحظتوه هم يعني عاملين مزاد على النساء أن هذه ب$100 وهذه ب$300 و$1000 وغيره يتم في هذا المكان، في هذا المكان. فهذه المنطقة يعني هذا مو موضوعنا ولكن كإشارة، في هذه المنطقة من الممكن التمركز في أعلى هذه البنايات لاعتبارها مناطق إما رصد أو استهداف إلى كل القوات أو الدواعش اللي موجودين في هذا المكان. إذن الإشراف من القصور الرئاسية ومناطق أخرى في حي الأندلس مهم جدا على هذه المنطقة لأنها منطقة شبه مفتوحة ليس فيها مباني عالية. هذا أهم ما يقال في هذه الوقفة. أيضا لدينا وقفة مع حتى ننهي هذه الوقفة التحليلية على الخارطة، لدينا وقفة مع جهود الشرطة الاتحادية في محورها الجنوبي الذي امتد ل70 كيلومتر وتحرير مناطق مهمة جدا بعضها استراتيجية والمشاركة في ربط مناطق استراتيجية تحدثنا عنها كثيرا باتجاه الجنوب الشرقي وأيضا الجنوب الغربي، مساعدة الحشد الشعبي وأيضا مساعدة قوات الرد السريع في تأمين الطريق بين الموصل وكركوك وعن طريق الخط الاستراتيجي الرابط ومعمل الاسفلت وأيضا الخط الجنوبي لتل عفر وأيضا المشاركة في عمليات تل عبطة وغيرها. لكن لدينا إحصائيات جديدة غير الإحصائيات البارحة عرضناها بتعرض هذا المحور ل239
سيارة مفخخة 90% منها لم تصل إلى أهدافها تقريبا واستطاعت القوات صدها. أيضا لدينا إحصائيات جديدة بأن في هذا المحور استطاعت الشرطة الاتحادية أن تقتل 1117 داعشي، منهم قيادات وبعضهم من جنسيات أجنبية في هذا المحور فقط. حتى نشير احنا عندما نتحدث بإحصاءات نعزل المحاور، سواء السيارات المفخخة عددها، عدد قتلاء الدواعش، عدد الطلعات لطيران الجيش والقوى الجوية، نتحدث كل محور بمحوره. فعندما نتحدث 1117 يعني هم مو بالضرورة 1117، ممكن حوالي 1117، ممكن انه يزيدون او يعني يقلون عن هذا العدد، ولكن ك يعني عدد شبه موثوق هو هذا العدد 1117 داعشي تم قتلهم في هذا المحور، وهو محور الشرطة الاتحادية، آخرهم في عمليات تطهير وأيضا في عمليات قنص قامت بها الشرطة الاتحادية، وبين القيارة وبين الشورى وحمام العليل، ووصولا إلى الآن القوات مستقرة قبل البوسيف، تم تحرير ما يقارب 96 قرية مهمة جدا، بعضها قرى استراتيجية، بعضها الدواعش من أهالي هذه القرى الذين بعضهم فر وبعضهم قتل وتركوا عوائلهم، والآن يتم أخذ المعلومات من العوائل التي أبناها من الدواعش. راح نروح الآن إلى كارت آخر فيه معلومات، ومن ثم نعود إلى وقفة تحليلية أخرى وأخيرة، بعدها ننتقل إلى فقرة إعلامهم. لاحظتم أعزائنا المشاهدين معلومات بالعموم وتحتها الكثير من التفاصيل في كل المحاور، ولدينا وقفة أخرى وأخيرة تحليلية على الخارطة مع آخر التطورات، وأهم هذه التطورات بعضها ما ذكر في هذه المعلومات سواء في المقطع الأول الكارت الأول أو في هذا المعلومات اللي طلعتم عليها قبل قليل. وبهذه المعلومات نصل إلى تحديد ما الذي يجب أن يعمل جهاز مكافحة الإرهاب لكي يتقدم أسرع ولكي ينقذ المزيد من العوائل ولكي يبطل سلاح داعش الجديد داخل الأحياء اللي هو الأنفاق. أولا لدينا مستوى استخباري من خلال العوائل، لابد من استحصال معلومات دقيقة جدا حتى ولو بالضغط، يعني غير الضغط اللي نقصده أنه اتخاذ أساليب نفسية مهمة جدا لاستحصال معلومات عن الأنفاق نفقا نفقا، ولا يترك أي نفق في هذه المنطقة، لأننا نحتمل أن الآن ونحن نتحدث يجري تحديث أنفاق جديدة، يعني إذا كان نفق بطول 300-400 متر باتجاه معين اذا كشف او ردم من احدى فتحتيه، اما يعني بالطيران من خلال الفتحه اللي يدخلون منها اللي مسيطرين عليها او الفتحه اللي يخرجون منها وللاختراق وهي في احياء محرره، لربما قبل يعني بعد علمهم بهذا الامر ردم او ضرب النفق من احدى جهتيه واغلاقه وابطال مفعوله، لربما يغيرون مسار النفق إلى أن يتجهون به شمالا أو جنوبا
ويبدأون بنوع من الحفر الجديد لربما بعضه تقليدي ليس بالضرورة عن طريق الآلات اللي أيضا عرضنا تقرير عنها قبل أيام، حفر يدوي لمئة متر خمسين متر حتى يصلون إلى أهدافهم وحتى يضللون القوات، فالمعلومات هي الأساس. المستوى الثاني هو الميداني، يعني التتبع الميداني بأن يكون هنالك مجموعة من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب مسؤوليتهم هو البحث عن هذه الأنفاق وتحديد أكس معين، أكسات معينة على بيوت معينة على مناطق معينة، وأيضا المعلومات اللي يأخذوها من الناس تساعدهم في هذا الموضوع. المستوى الثالث هو الطيران، لابد أنه هذه الأنفاق تحفر ويتم اختيارها في أماكن محددة، مو بالضرورة أنه أينما اتفق يعني بشكل عشوائي، لا، لابد أن هنالك طريقة معينة لوضعها في هذه الأماكن، أما مناطق الرخوة، أما المناطق اللي يعني النفق يكون فيها ينفتح على بيت ومن ثم يستأنفون الحفر لبيت آخر أو غيره أو شوارع أو غيره، المهم لابد من وجود طريقة محددة، فالعثور على هذه الطرق سواء مثلا تكون من بدءا من منطقة قيادة أو مركز قيادة، فيتم قصف هذه مراكز القيادة عن طريق طيران الجيش أو القوة الجوية أو التحالف الدولي، هذا ما أهم ما يمكن أن يقوم به جهاز مكافحة الإرهاب حول هذه الأنفاق اللي شكلت اختراقا كاد يكون جسيما ويكلف كثيرا في عملية التقدم، فضلا عن المسألة الأهم وهو أنه يوقع ضحايا ويوقع شهداء بين أبطال جهاز مكافحة الإرهاب أو الناس الأبرياء المدنيين. هذا أبرز ما يمكن أن نتحدث عنه في هذه الوقفة. وإحنا الحقيقة يعني كررنا مسألة مهمة جدا، هي لابد من تحديث الخطط لأن داعش يكتشف نوع التقدم الذي يقوم به جهاز مكافحة الإرهاب، إذا تقدم بشكل متوازي فهو يحاول أن يكثف وجوده بشكل طولي يوازي الموازاة اللي يقوم بها جهاز مكافحة الإرهاب، إذا جهاز مكافحة الإرهاب اخترق ثم تخطى ثم التف نصف دائرة ومن ثم أكمل الدائرة، أيضا يبدو أن هذا الأسلوب يعني يتم اكتشافه من قبل داعش واكتشاف أسلوب يواجهه، فلذلك لابد من تحديث الخطط التي يقوم بها جهاز مكافحة الإرهاب حتى لا يواكب داعش هذه الخطط فيكتشفها ويعد الأساليب اللازمة لإيقافها وإيقاف التقدم أو تأخير التقدم، رغم أن التقدم مستمر ولكنه في بعض الأحيان يكون بطيئا لظروف العمليات ولظروف المناخ ولظروف حركة المواطنين. أيضا لا نزيد عندما نقول ولكنه مهم جدا أن حركة المواطنين تبدو صعبة كلما اخترق جهاز مكافحة الإرهاب أكثر، لأن انتقال الناس من السماح إلى كوكجلي أسهل بكثير جدا من انتقالهم من الجزائر ومن الهاشمية إلى السماح إلى الشقق الخضراء ومن ثم إلى كوكجلي إذا أرادوا أن يذهبون، لأن كوكجلي الآن أصبحت موقعا مهما جدا تجتمع فيه الناس النازحين الفارين من جحيم داعش ومن منطقة العمليات. عن الأنفاق وعن خطورتها وضمن فقرة إعلامهم هذا التقرير، المقطع من التقرير التالي من قناة CNN التي تنقل هذه الأحداث، نتابعه ومن ثم نعود للتعليق والمناقشة. Oh,
this has been an effort with much international support, a lot of coalition planning, American air power. Stay in the car now. Shut the doors. هذه إحدى الحالات المسجلة والتي استطعنا العثور عليها، هي حالة لا تشبه ما تحدثنا عنه قبل قليل بدقة، ولكن هنالك نقاط تشابه مهمة جدا في قضية الأنفاق. التشابه هو أنه النفق غير مكتشف، ولاحظتم كيف أن هؤلاء المقاتلين وهم من البيشمركة كانوا قريبين جدا، 4 أو 5 أمتار من مدخل من فتحة النفق، وكانوا لا يعلمون بأن هذا نفق، حتى إن أحدهم سقط فيه، رغم أن هذه المنطقة مفتوحة وليست كما الآن تحدثنا قبل قليل وبتفاصيل وبدقة عما يجري داخل أحياء الجانب الأيسر. هذا النفق غير مكتشف. ثانيا، الذي فيه هو انتحاري، يعني بهيمة مفخخة، واللي يسمي أبو بكر البغدادي انغماسيين، ويعول عليهم كثيرا جدا في العمليات التي يقوم بها داعش. لذلك هو غير مكتشف، الذي فيه يستعد لتفجير نفسه، فهو من الخطورة بمكان بحيث يوجد فوضى في منطقة واسعة جدا ويؤخر العمليات. هذا في منطقة مفتوحة، فكيف به في منطقة مغلقة أو فيها اكتظاظ سكاني أو سكني يكون تأثيره أخطر؟ فلا بد من معالجة مثل هذه الأمور، ولأن هذه الفقرة هي فقرة إعلامهم، هذا التقرير تقرير مهم جدا، لابد من الاستفادة من ما جاء فيه من مادة، وأيضا التقرير يعني حاول أن يكون موضوعيا ومنصفا تجاه ما يحدث في مثل هذه الحالات. أيضا إذا وصلتنا صور جديدة لنوع آخر من عمليات الأنفاق سوف نظهرها ونحلل تفاصيلها، وهذا يعني ما استطعنا أن نرصده لحد هذه اللحظة من تطورات العمليات. بهذا أعزائنا المشاهدين وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم، إلى أن نلتقيكم وحلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.